لو ده أول فيديو تشوف في القناة، من الأفضل إنك تروح على الفيديو الرئيسي للقناة بالضغط هنا. في الفيديو الرئيسي هتلاقي فيه شرح للقناة وشرح لمحتوياتها وأهدافها، وفهرس بجميع محتويات القناة عشان تكون على اطلاع بطريقة التدريس. استخراج معلومات من جدول استخدامها في نموذج، ونفس اللي هيحصل في النموذج بيحصل في التقرير. عندنا نموذج، عندنا جدول هنا، جدول موظفين فيه رقم الموظف واسم الموظف والراتب بتاعه. احنا عايزين نستخرج مجموعة تقارير عنه. مثلا لو قلنا استخراج قيم من جدول، مجموعة رواتب وأصغر راتب وأكبر راتب وعدد الأفراد وأول راتب فيهم وآخر راتب. طب طلعناهم ازاي؟ دي المعادلة بتاع الراتب، المعادلة بتاع استخراج المجموع. عندنا هنا حقول، عاوزين نطلع أكبر راتب، أصغر راتب، أول راتب، آخر راتب، اسم أول واحد، أول اسم فيهم، آخر اسم. كم سجل موجودين جوه الجدول؟ هي دي المعادلات اللي بتخرج الموضوع ده. عاوزين نطلع أكبر راتب، مجموع رواتب دي صم، نفتح قوسين ونكتب اسم الحق وهنا اسم الجدول، وكذلك هنا أصغر راتب. احنا بنحاول بنغير بس اسم المعادلة، عددهم أول واحد. هنا احنا بنطلع أول راتب، احنا عايز مثلا نطلع أول موظف أول اسم، وهنا آخر اسم. أهم حاجة بنية الجملة دي، وبعد كده بنغير اللي احنا عايزينه، وبعدين نفتح قوس وقوس تنصيص ونكتب اسم الحقل بين قوسين ونقفل القوس. وعندنا هنا علامة فصل المنقوطة، وبعدها نكتب اسم الجدول بين علامات تنصيص ونقفل القوس. دي الاسم، ويظهر التقرير بالشكل ده. اجمالي الرواتب، أصغر راتب، أكبر راتب، عدد الموظفين، أول اسم فيهم، آخر اسم. لو عايزين ده يطلع في نموذج في تقرير، نفس الشكل يظهر معنا التقرير. طيب عايزينهم بمدلولية رقم ثابت، يعني عايزين مثلا هنا عملت استعلام، إن الراتب يكون أصغر من 5000، نفس الشكل انا عملت الراتب هنا. في الجاية دي فيها فكرة شوية. دلوقتي احنا عايزين شرط يطلعه على اساس شرط مكتوب، يعني الشرط هنكتب شرط في نموذج، نكتب شرط هنا يبدأ مكان ال5000 اللي كنا عملناها في الموظفين اتنين. يبدأ لما نفتح الموظفين تلاتة ياخد الشرط اللي احنا كاتبينه ويطبقه على الراتب. يعني مثلا هنا عملت الراتب مثلا 2000، لو فتحت الاستعلام جاب لي الرواتب اللي أقل من 2000، ويبدأ يعرض لي الموضوع ده في النموذج، في النموذج التالي بشرط. عرض لي واحد، مجموع الرواتب هو راتب واحد، وهو أصغر رقم وهو أكبر رقم، عدد السجلات سجل واحد وأول واحد وآخر واحد. طيب لو عملنا
4000، يبقى يجيب الرواتب اللي أصغر من 4000. نفتح النموذج بمدلول الرقم، مش محتاجين نفتح الاستعلام، نفتح النموذج على طول وهو هيشوف من الاستعلام. إجمالي الرواتب، أصغر راتب، أكبر راتب، عددهم سجلين، أول واحد محمد وآخر واحد علي. طب نشوف إزاي عملناها. تعالوا نشوف الشرط كتبناه إزاي. أكبر من فورم دي ثابت بتتكتب عشان نعرف إن إحنا هيجيب القيمة من داخل نموذج، ونكتب اسم النموذج شرط اللي هو مكتوب هنا، ونكتب اسم الخلية اللي بيكون فيها الشرط، نكتب اسمها، نشوف اسمها ايه. اسمها النوع، ده اسم الخلية. ممكن يتغير الاسم لو احنا عايزين نغيره، بس لو غيرنا الاسم لازم نغيره معانا هنا. طب كده لما كتبنا الشرط وشفناه داخل نموذج، طب لو كتبنا شرط وعايزين يظهر في نموذج تاني كقيمة افتراضية مثلا، كأن مثلا لما نفتح النموذج ده اللي عندي هنا 10 سجلات، احنا عايزين لما نفتح نموذج الشرط ده يكتب لي هنا مثلا في مربع نص جديد، نجيب مربع نص جديد، يقول لي ان عدد السجلات الرقم اللي ظاهر، مش بيجيب لي من النموذج من السجلات، لا انا عايزه يجيب لي الرقم اللي هنا. هنشوف اسم ده ايه، العدد اسمه نص 6، نشوف مكان الاسم نص 6. يبقى هنقول له بيساوي، نفتح قوس ونقفله، ده اللي هيكتب فيه الثابت اللي هو فورم، ونفتح قوس ونقفله اللي نكتب فيه اسم النموذج، ونفتح قوس ونقفله نكتب فيه الخلية. قلنا نص 6، نص 6 اللي موجود فيه استخراج قيم، اللي هو استخراج قيم من جدول، قيم من جدول، نكتب كلمة فورمز. نقفل كده ونشوف. استخرج قيم من جدول، قال لي ان في عندي 10 سجلات، انا عايز يكتب رقم 10 ده في الخلية، كتب رقم 10 في الخلية، أخدنا الرقم. يبقى كده احنا الهدف من الشرح في النقطة دي، عشان في ناس بيحصل عليها التباس في إن أستخرج قيمة من حقل، أو قيمة أنقلها معايا من جدول لجدول، أو أنقلها معايا من جدول لتقرير. يعني مثلا في أحيانا لما بنيجي ندخل كلمة السر بنكتب اسم المستخدم ويكتب كلمة سر، في حالة ما كلمة السر صحيحة بننتقل لنموذج تاني اللي هو النموذج الأساسي في البرنامج. عايزينه ياخد معانا اسم المستخدم ينقله عشان يتسجل معانا مستمر، او نكتب مرحبا فلان. يبقى بنيجي مثلا في النموذج الترحيب، النموذج اللي هو الاساسي في البرنامج، ونعمل معادلة اللي هي دي نفس الشكل، نكتب فورم اللي هو فورمز بشكل ثابت، واسم النموذج اللي هو النموذج اليوزر، النموذج اللي هو بيكتب فيه اسم المستخدم وكلمة السر، ومكان نص 6 نكتب اسم المستخدم اللي هو بيسجله، يبقى مرحبا ونكتب اسم المستخدم ده. واحنا شغالين في البرنامج احيانا بنحتاج نجيب رقم من نموذج او من جدول معين، فبنحتاج اكواد عشان نجيب الرقم ده. ده الكود الاول لما بنكون عايزين نجيب رقم من جدول، بنكتب اسم الحقل، وهنا بنكتب اسم الجدول.
ولو عايزين نجيبه من استعلام بيكون بنفس الطريقة. لو عايزين نجيبه من جدول من نموذج لنموذج بيكون ده شكل الكود. فورمز دي ثابتة، وبعدين نكتب اسم النموذج وبعدها اسم الحقل. لو في نفس النموذج ممكن نكتب اسم الحقل على طول هيظهر معانا. لو لك تعليق او استفسار اكتبه تحت الفيديو. افتح اظهار المزيد لو في روابط تحميل. اشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. من هنا الحلقة التالية، ومن هنا الحلقة السابقة، ومن هنا واجهة القناة والفهرس. لو الروابط مش شغالة بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك، ومن وقت للتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.